حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لأداء مؤسسات الإسناد في الجيش الوطني الشعبي، لا سيما تلك المتخصصة في صيانة وتجديد عتاد الإشارة، وكذا تركيب أجهزة الاتصال ولواحقها بمختلف أنواعها، مما يسمح بالتخفيف من التبعية للخارج في هذا المجال الحساس، وكذا تقليص وتكاليف بالعملة الصعبة. بعد مراسم الاستقبال ورفقة قائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، وبحضور قادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، استمع السيد الفريق إلى عرض وجيز عن المؤسسة قدمه قائدها، تضمن مختلف مهام هذه المؤسسة الحساسة والحيوية، ليقوم على إثرها بتفقد وتفتيش مختلف سلاسل التركيب على غرار سلسلة تركيب وسائل الراديو وسلسلة تركيب محطات الألياف البصرية ومنظومة التخاطب الداخلي وسلسلة تركيب الحزم الهرتزية والتحويلات الهاتفية الميدانية الرقمية وسلسلة تركيب وسائل الإعلام الآلي، بالإضافة إلى خط الإدماج الميكانيكي وكذا نواة البحث والتطوير، حيث تابع السيد الفريق باهتمام بالغ شروحات وافية عن مراحل تركيب مختلف أنواع عتاد الإشارة قدمها إطارات ومسؤولو هذه الورشات. تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تتولى تركيب مختلف أجهزة الاتصال من الجيل الجديد ذات تقنية عالية الدقة، وهي توفر كافة احتياجات الجيش الوطني الشعبي من هذه التجهيزات الحساسة بهدف عصرنة وتحديث سلاح الإشارة للقوات المسلحة بما يتماشى مع التطور السريع الناجم عن الاحتياجات المتزايدة في مجال التدفق العالي والعالي جداً.